بالعودة إلى التوغل الإيراني في شمالي العراق، في ظل صمت مستغرب من الحكومة في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مدير مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الدكتور محمد بازياني. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. نعم، تفضل. دكتور محمد، لليوم 13 على التوالي تواصل القوات الإيرانية قصف مناطق شمالي العراق، كيف ترى هذا القصف واستمراره؟ سلامي وتحياتي لكم المستمعين والمشاهدين الكرام. حقيقة ليس هناك أي مبرر لهذا القصف بعد هذه الفترة الطويلة اللي كثير من القرى الموجودة في المناطق الحدودية تم تشريدهم إلى مناطق أخرى. كما تعلمون أنه الموسم متداخل الثمار في تلك المنطقة، وهذه المناطق مناطق فقيرة وأهل بالسكان، وكثير من المواشي والبيوتات أصبحوا في العراء وأيضا تحولوا إلى مناطق أخرى بعيدة عن مناطق القصف. لماذا تستهدف إيران المدنيين؟ لماذا تستهدف إيران المدنيين إذا كانت تبرر ذلك أو تبرر عدوانها بأنه دفاعا عن أمنها؟ حقيقة يعني ليس هناك أي تبرير لخصف المدنيين، سواء حتى إذا كانت يعني دولة في حرب عن دولة أخرى، القانون الدولي حرمة المدنيين المصانع، لكن مع الأسف هناك انتهاك للقانون الدولي وبالذات انتهاك حرمة حتى البشر. بدأنا يعني مع الأسف سواء من الدول الكبرى أو من الدول الزوار، سواء من قبل تركيا أو إيران، مع الأسف هذا يعني تجاوز. المدنيين ناس آمنين وليس لهم أي يعني ظلم. نعم. الآن وبعد أن اجتاحت إيران والأراضي العراقية، هل تتوقع أن يكون هناك ردا حاسما من الحكومة في العراق، أم أنها ستظل صامتة وتنظر بعينها ولا تفعل شيئا؟ أستاذي الفاضل، الحكومة العراقية جناكم على علم والمجتمع الدولي على علم أنها حكومة فاشلة وحكومة مشلولة. أخي الفاضل، كثير من الدول تصول وتجول في العراق خيرات العراق وخيرات النفط وخيرات المعادن، والشعب يعيش في أوج الفقر وأوج البطالة وأوج المرض. هناك المستشفيات نرى حالة، الاقتصاد نرى حالة، بالرغم من المبالغ الضخمة اللي تدر من النفط ومن الطرق الطبيعية ومن المصائف ومن التجارة. يعني مع الأسف يعني أصبحت يعني العراق كمرجع للدول الكبرى وللمخابرات العالمية. مع الأسف يعني دولة ما أرى بدون سيادة. في ظل الحديث دكتور محمد عن هجوم بري واسع تعتزم إيران شنه في شمالي العراق، البشمركة بدأت في التفاوض مع المعارضة الإيرانية للخروج من المناطق التي تتمركز فيها. برأيك يعني سيحل أو ستحل هذه الأزمة وتنسحب إيران من المناطق التي توغلت فيها أم لا؟ أستاذي فاضل، لا بد من الحفلة الموجودة، وهذا أيضا حكمة الحكومة الإقليم لإبعاد المقاتلين اللي موجودين في المناطق الحدودية أو البيشمركة اللي موجودين هناك، بيشمركة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والكومالا اللي كتابعين لأحزاب إيرانية معارضة، بالرغم من ذلك أنه هؤلاء الأحزاب خلال فترة كبيرة أو فترة طويلة يعني خلال سنوات لم يقوموا بأي عمل يعني الدخول الأراضي الإيرانية من المناطق الحدودية، لأن حرمة المناطق الحدودية حكومة الإقليم كردستان على عاتقها. لكن بالرغم من هذا، هذه المناطق مناطق وعرة كما تعلم، والمناطق الحدودية قسم من أجزاء بالتكتكة، وأيضا قسم من أجزاء بالأحزاب المعارضة. لكن
ليس هناك تسلل حسب علم الحكومة إقليم كردستان حسب التقارير الموجودة. لهذا حكمة إقليم كردستان أنه إبعاد هؤلاء المعارضين إلى مناطق أأمن وما تكون أنه هناك تسلل. هذا يعني ومع ذلك إلى اليوم، ندخل اليوم 13 وربما 14 على التوالي على تواصل القصف الإيراني على المدن في شمال العراق. شكرا جزيلا لكم دكتور من أربيل، مدير مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث، الدكتور محمد بازياني.